يمتاز المجتمع الفلسطيني بتبجيل واحترام منقطع النظير لكبار السن، أسوة بالمجتمعات العربية المتماسكة أسرياً واجتماعياً، فيحظوا برعاية رسمية وأهلية تسعى دائماً لتلبية احتياجاتهم وإدخال السعادة إلى قلوبهم. مبسوطين، بأخذونا رحلات وبشممونا الهواء وبلعبونا بينجو وإشي كتير كتير منيح مرتب، والله يعطيهم الصحة ويضلوا مفتوح المركز ويدير بالهم على علينا كبارات السن، يعني كبار السن وجهودهم جبارة، يعني زي ما بقولوا بضحوا كتير من أجلنا عشان يساعدوا كبار السن. ولا تخلو محافظة فلسطينية من مراكز ودور إيواء ومساعدة المسنين، والتي توفر بيئة اجتماعية وحياة صحية تليق بهذه الفئة التي تجد دفء الأسرة وحكايات الأقران والفعاليات الفنية والثقافية ذات الاهتمام المشترك للمسنين على اختلاف منابتهم، والذين يحملون في جعبتهم قصصا وحكايات وحكما حملوها خلال عقود من الحياة وتجاربها. ضليت آجي على المركز، كنت مبسوطة، وهلأ إلي 10 سنين بتردد على المركز وأنا مبسوطة كتير. أول إشي إجريس محبوبة، أنا بحبها كتير، ومتوفيق وميرفت كل اللي موظفين اللي موجودين، وهم يعني بيديروا بالهم علينا وبيعملوا وجبات سخنة وفعاليات وبينجو. تذوب المعتقدات الدينية والثقافية المختلفة في بيوت رعاية المسنين لتكون المحبة والبركة، ودعاء الجدات هي الوقود الذي يجمع العاملين والنزلاء في رسالة إنسانية تتجاوز حدود العمل والواجب. بجع الكاريتاس هنا، بننبسط كتير أنا وابني الحمد لله رب العالمين. جريس كتير 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 منيحة معنا، وأمير كتير منيح مع فادي، يعني بحبوه، وأنا لأجل هيك باجي لأنهم يعني كتير كتير بيحترمونا وبحبونا وإحنا بنحترمهم ونحبهم. والله في فعاليات هيك بعلموا جنفة، بعلموا صوف، بعلموا أشياء يعني هيك نستفيد منها، يعني عرفت علي كيف؟ ليش بتحب المركز؟ ليش بتحب تيجي هون؟ بكون مبسوط. مبسوط كتير ولا شوي؟ كتير كتير كتير. الفرحة التي تكسو وجوههم والرعاية التي تصون صحتهم في فلسطين هي نموذج يحتذى في إعادة جزء من حق المسنين على مجتمعاتهم التي تحضنهم بكل الحب والفخر.